باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه وفيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن أسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا أصرح دليل على أن الكفر كفران، كفر أصغر وكفر أكبر. وهذا الكفر يسميه العلماء بكفر النعمة.